بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع تاني معاشات قانون العمل، معاش العجز الكلي والوفاة. معاش العجز الكلي والوفاة. طيب، معاش العجز الكلي والوفاة لازم نكون عارفين تلات حاجات. هل هي مدة الاشتراك اللي احنا بنجيبها في أول خطوة أكبر من 36 سنة يبقى المعاش بيساوي المتوسط في 80%. طب لو المدة أقل من 22.5 يبقى المعاش بيساوي المتوسط في 65%. طب لو المدة وقع بين 22.5 و 36 سنة يبقى المعاش بيساوي المتوسط في مدة الاشتراك في 1/45، اللي هو قانون المعاش اللي احنا عارفينه عادي. يبقى أنا بعد ما أحسب مدة الاشتراك في أول خطوة، هو بيبقى مديني مدة اشتراك، لا أنا بعمل ليها حسبة جديدة. يبقى في معاش العجز الكلي والوفاة هو مديني مدة الاشتراك، أنا بعمل لها حسبة جديدة. بعد ما أعمل لها الحسبة الجديدة وأضيف لها مدة معينة، أقارن المدة اللي هي طلعت دي بثلاث حاجات: هل هي أكبر من 36 ولا أقل من 22.5 ولا بين 22.5 و 36. طيب تعالى كده في أول حالة من ضمن الحالات لما تكون المدة أكبر من 36، هنعرف إزاي؟ هنعرف دلوقتي. بيقول لي مثال: مؤمن عليه يعمل بالقطاع العام، انتهت خدمته. واحده هنا تقول لي القطاع العام اللي هو بيبدا في 1/7 ويخلص في 30/6، لا ده في المعاش الاولاني اللي هو معاش الايه، المعاش المحسوب او معاش الشيخوخه او ايه المتوسط. لكل معاش قوانينه. يبقى في المعاش الاولاني اللي هو كان المتوسط او معاش الاجر الاساسي او المعاش المحسوب او معاش الشيخوخه، كنا بنقارن بين كلمه قطاع عام وقطاع خاص. امال هنا في المعاش بتاع العجز الكلي والوفاه ملهاش لازمه. خلاص كده، يبقى مؤمن عليه يعمل بالقطاع العام، انتهت خدمته بعجز كلي. عجز كلي يبقى ده معاش عجز ايه؟ الكلي. اول ما يقول لي عجز كلي، عنده كام سنه الراجل ده؟ 54. بص بقيت اسرع في المساله، خلاص انا عرفت ان هو ده المعاش، ده معاش ايه؟ معاش العجز الكلي. اعرف الراجل ده عنده كام سنه؟ 54. المتوسط بتاعه كام؟ 250. مده الاشتراك كام؟ 34. هيقول لي احسب المعاش. حاضر، اروح احسب المعاش. عشان احسب المعاش قانون ثابت، قانون ثابت. اول خطوه هقول المده الباقيه لسن الستين، المده الباقيه لسن الايه؟ الستين. يبقى اول ما اعرف ان هو ده معاش عجز كلي او وفاء، اروح على طول اعمل ايه؟ اقول المده الباقيه بسن الستين. قانون ثابت، 60 قانون ثابت، 60 قانون ثابت، ناقص السن بتاع الراجل. سن الراجل كام؟ 54. يبقى 60 قانون ثابت ناقص ال 54 يديني كام سنه؟ 6 سنوات. يبقى اول ما اعرف ان ده عجز كلي او وفاه، اروح اقول 60 ناقص السن اللي هو 54 يديني كام سنه؟ 6. اقارنهم بقانون ثابت تاني، يبقى ال 60 قانون ثابت واقارنهم بقانون ثابت اللي هم الثلاث سنين، واخد ايهما اقل. يبقى الثلاث سنين دي قانون ثابت هي الاقل ولا السته؟ لا، الثلاثه هي الاقل. اجي في نفس الخطوه هقول المده اللي يحسب عليها المعاش، اجيب بقى المده بتاع الاشتراك، اجيب مده الاشتراك. اجيبها ازاي مده الاشتراك؟ هاخد مده الاشتراك اللي في المساله اللي هي كام؟ 34، زائد اللي انا هختاره بين الثلاثه والسته ايهما اقل. يبقى مين الاقل؟ الثلاثه. يبقى هاخد مده الاشتراك وازود عليها 3 او 6 ايهما اقل، يبقى هنختار ايهما اقل اللي هي الايه؟ الثلاثه. يبقى 34 زائد 3 يديني كام سنه؟ 37. يبقى انا كده جبت مده اشتراك جديده ولا ما جبتش؟ اه، يبقى انا كان عندي مده اشتراك قبل كده كانت 34، ضفت عليها الثلاثه او السته ايهما اقل اديتني كام؟ 37. طب ال 37 حد يقول لي وقع فيني قانون من دولت؟ نفكر شويه كده، هل هي القانون الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الاول اللي هي اكتر من 36. طب ما دام اكتر من 36 يبقى المعاش بيساوي ايه؟ يبقى المعاش بيساوي المتوسط في 8/100. طب المتوسط كام بتاع بكام هنا؟ متوسط 250. يبقى هنضرب ال 250 خلاص كده في 80/100. 250 في 80/100. ممكن كنت اجيبها بطريقه ثانيه؟ اه، بس بلاش نتلخبط. بلاش نتلخبط بالطريقه الثانيه اللي هو المتوسط في مده الاشتراك في 1/45. امتى اخد الطريقه دي؟ لما تكون المده اكتر من 36 او بين ال 22.5 وال 36، بس خلينا في الطريقه الاولانيه. يبقى المده هنا طلعت 37 سنه. ما دام 37 سنه يبقى المعاش بيساوي ايه؟ المتوسط في 80/100. يبقى المتوسط 250 في 80/100 يطلع بكام؟ 200 جنيه.
يبقى دي الحاله الايه الاولانيه. طب لو كانت مده الاشتراك اقل من 22 ونص، طب نعرف ازاي؟ هنحسبها. مؤمن عليه يبلغ من العمر 49 سنه، انتهت خدمته بعجز كلي. احنا قلنا اول ما نقول عجز كلي نسرع او وفاء نسرع. مده الاشتراك كام؟ 19. طب المتوسط كام؟ 400 بس. يبقى على طول هروح اقول ايه اللي انا حافظها، المده الباقيه 60 ناقص السن 60، جبناها قانون. يبقى اول ما اقول عجز كلي او وفاء بقول 60 ناقص السن. طب السن كام سنه؟ 49. يبقى 60 ناقص 49 يديني كام سنه؟ 11. اقارنهم بكام سنه؟ قانون ثابت 3، واخد ايهما اقل؟ الثلاثه اقل ولا ال 11؟ هيبقى الثلاثه. في نفس الخطوه هقول المده اللي هي مده الاشتراك زائد الثلاث سنين اللي احنا اخترناها. مده الاشتراك كام في المساله؟ 19. 19 وهناخد ايهما اقل اللي هي الثلاثه يديني 22 سنه. يبقى المده طلعت كام سنه؟ 22. طب ال 22 وقع فيني قانون؟ وقع في القانون الثاني اللي هو اقل من 22 ونص. يبقى المعاد بيساوي المتوسط في 65 على 100. يبقى المعاد بيساوي المتوسط في 65 على 100. ليه ضربنا ب 65؟ عشان هي المده اقل من 22 ونص. طيب تعالى بقى لما المده تكون واقعه بين ال 22 ونص و 36 اللي هو ثالث حاله، اللي هي ثالث حاله. بيقول لي مؤمن عليه يعمل بالقطاع العام، انتهت خدمته بالوفاء. احنا قلنا اول ما نقول وفاء نبتدي نسرع، اول ما نقول عجز كلي نبتدي نسرع. عمره 56 سنه، متوسط الدخل بتاعه 280، مده الاشتراك 24 سنه. مده الاشتراك كام سنه؟ 24. اول ما نقول وفاء احنا قلنا هنقول المده الباقيه لسن ال 60. 60 ناقص السن، 60 ناقص كام؟ 56. يطلع كام سنه؟ 4. اقارنها بكام سنه؟ ب 3. نفس الخطوه هقول مده الاشتراك زائد الاربعه ولا الثلاثه هم الاقل؟ لا الثلاثه الاقل. يبقى الاربعه زائد الثلاثه، يبقى الاربعه زائد الايه؟ الثلاثه. هيطلع معانا 4 زائد 3 هيطلع معانا كام؟ هيطلع معانا 27 سنه. يبقى الاربعه زائد، اسف، ال 24 اللي هي مده الاشتراك زائد الثلاثه ولا الاربعه، احنا اتفقنا قلنا هناخد الثلاثه، يطلع معانا 27 سنه. يطلع معانا كام سنه؟ 27. طب ال 27 سنه وقع بين ال 22 ونص و 36، وقع بين ال 22 ونص و 36، وقع بين ال 22 ونص و 36. يبقى ما دام المده طلعت عندي 27 سنه، وال 27 اكبر من 22 ونص واقل من ال 36 سنة، يبقى كده عندي القانون بتاعي بيقول ايه؟ المعاش. يبقى قانون المعاش بيقول المتوسط في مدة الاشتراك في 1 على 45. يبقى هنروح نكتب القانون بتاعنا، المعاش بيساوي المتوسط في مدة الاشتراك في 1 على كام؟ على 45. يبقى 280 في 27 مدة الاشتراك الجديدة، 27 مدة الاشتراك الجديدة، خلاص؟ يطلع معانا في 1 على 45 يطلع 168. كده انا كتبت قانون المعاش بتاعي، لسه الخطوات ما خلصتش. طب ما انت كل مره كنا بنعمل خطوتين وخلاص اجيب المعاش وخلاص. لا المره دي لا، ما دام المده واقعه بين ال 22 ونص وال 36 هنعمل سبع خطوات. هنعمل كام خطوه؟ سبعه. يبقى رقم 3 قانون ثابت، هقول الحد الادنى. الحد الادنى ده قانونه 50% من المتوسط. يبقى هاخد المتوسط، كام المتوسط في المساله؟ 280. يبقى هناخد المتوسط نضربه في قانون ثابت 50 على 100 يطلع 140 جنيه. رقم 4 هنقارن المعاش اللي هو في خطوه رقم 2 بالمتوسط اللي هو في خطوه رقم 3 وناخد الرقم الاكبر. المعاش هنا كان 168 والمتوسط 140، هناخد الكبير فيهم يبقى 168. يبقى كل خطوه مترتبه على خطوه. طيب رقم 5 هنقول حاجه اسمها الحد الاقصى. الحد الاقصى ده 80% من المتوسط. 80% منين؟ من المتوسط. يبقى هنجيب المتوسط اللي هو 280 نضربه في 80 على 100 قانون ثابت يطلع 224. يبقى تاني من الاول، اول خطوه هقول المده الباقيه، اول خطوه هقول المده الباقيه اللي هي بتقول ايه؟ 60 ناقص السن. يبقى 60 ناقص 56، جبت 60 دي منين؟ قانون. ناقص 56 يديني 4 سنوات. أقارنهم بالثلاثة وآخد أيهما أقل؟ يبقى هناخد الثلاثة ولا الأربعة؟ هناخد الثلاثة.
طيب في نفس الخطوة هقول مدة الاشتراك زائد رأيهم أقل اللي هي التلاتة، يديني كام سنة؟ 27. ال 27 دي وقع فيني قانون، اتفقنا إن هي وقع في القانون الثالث اللي هي بين ال 22 ونص وال 36، يبقى هنقول المعاد بيساوي المتوسط في مدة الاشتراك في 1 على 45. خلاص؟ بعد كده هنجيب المعاش. المعاش بيجيب ازاي؟ لسه قايلين قانونه دلوقتي، المتوسط في مدة الاشتراك في 1 على 45، المتوسط 280. في مدة الاشتراك اللي انا لسه جايباها مش مدة الاشتراك اللي في المسألة. خلاص؟ يطلع 168. اجيب لهم حاجة اسمها حد الأدنى، يبقى المتوسط ده اخده اضربه في 50 على 100 يطلع 140. اختار من اخر رقمين اللي هو 168 وال 140 واخد الكبير فيهم يبقى 168. اجيب حاجة اسمها الحد الأقصى اللي هو 80% منين؟ من المتوسط. يبقى 280 في 8 على 100 يطلع 224. بعد كده رقم 6 هنحسب نص الفرق بين الحد الاقصى، يبقى انا بجيب من تحت اهو، بجيب من تحت بين الحد الاقصى وبين ايه؟ بين القيمه الاعلى. يبقى نحسب نص الفرق، يبقى ناخد اخر رقمين من تحت، اخر رقمين من تحت نطرحهم من بعض ونقسم على 2، يبقى 224 ناقص 168 على 2. 224 ناقص 168 على 2 يطلع معايا 28. يطلع معايا كام؟ 28. اخر حاجه هقول المعاش بيساوي القيمه الاعلى اللي هي بتاع الخطوه رقم 4، القيمه الاعلى زائد نص الفرق، يبقى 168 زائد 28 يطلع 196. يبقى ده اسمه الايه؟ المعاش. متى يصرف؟ بيجيب لي في المسألة كده ويقول لي يصرف من أول شهر أو أول يوم اليوم التالي اللي حدثت فيه الوفاة. يبقى متى يصرف؟ من اليوم التالي اللي حدثت فيه الوفاة، كده احنا خلصنا معاش العجز الكلي أو الوفاة. طيب في حتة كانت موجودة عندنا في المنهج زمان اللي هو لو الراجل ده يعمل بالخارج وحصل له عجز كلي او وفاه، بدل ما بقارن بثلاث سنين بقارن بكام سنه؟ بخمسه. الى هنا تم الانتهاء من شرح معاش العجز الكلي او الوفاه.